بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الثامن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. قال المؤلف أبو عمرو تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنا ستكون فتنة؟ قلت: ما المفرح منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، والفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن امتركه ذا من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به عجل، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله الوصية بكتاب الله عز وجل. إن سبقه أحاديث صحيحة الوصية بكتاب الله عز وجل، وهذا من جملتها. وهذا رواه الترمذي وغيره، ولكن الترمذي قال غريب، حديث الغريب ما تفرج به راو واحد، وهو من أقسام الآحاد. أن الحديث الأصل ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. متواتر ما يرويه جماعة عن جماعة يتعذر تواطؤهم على الكذب، أو يستحيل تواطؤهم على الكذب من بداية السند إلى نهايته. يرويه جماعة عن جماعة من بداية السند إلى نهايته، يستحيل تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب. هذا هو المتواتر. والقسم الثاني الآحاد، وهو الذي لا يبلغ حد التواتر، لا يرويه جماعة عن جماعة، وهو ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. المشهور ما رواه ثلاثة أو فأكثر، إلا أنه لم يبلغ حد التواتر. والعزيز ما رواه اثنان، والآحاد ما تفرد به، والغريب ما تفرد به واحد. وهذا من هذا القسم، تفرد به واحد. والحديث ضعيف أيضا كما قال الترمذي، حديث ضعيف، لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي. الحارث الأعور متكلم فيه. قالوا: ولعل رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ،
الصواب أن يكون من كلام علي رضي الله عنه، من كلام علي يكون من الموقوف، ومعناه صحيح، معنى الحديث صحيح تؤيده الأدلة الأخرى، فنقرأه الآن كلمة كلمة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. ألا إنها ستكون فتنة، هذا إخبار عن وقوع الفتن. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنها ستكون فتن، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وفي الصحيح البخاري وغيره أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا في الصحيح. فقوله إنها ستكون فتن هذا صحيح، جاءت به الأحاديث الصحيح. والفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان، الاختبار ليظهر الصادق في إيمانه المتمسك بدينه من المنافق. عند الفتن يظهر الصادق من المنافق، كما قال تعالى: ولقد أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم ألا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. صدقوا في إيمانهم والكاذبين في دعوى الإيمان، فإن الكاذب والمنافق عند الفتن يتخلى عن دينه والعياذ بالله، أما الصادق إنه يتمسك بدينه ويصبح، يتمسك بدينه ويصبح على ما يصيبه، هذه علامة الصدق. أما المنافق من أول رهنة يوافق وينسلخ من دينه علشان يسلم في دنياه، فيبيع والعياذ بالله يبيع آخرته، يبيع دنياه بآخرته. نعم. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ مخرج من هذه الفتن يعني طريق السلامة منها، ما هو طريق السلامة منها؟ نعم. قال: كتاب الله. كتاب الله وهو القرآن، ويشمل السنة، لأن السنة من كتاب الله عز وجل، قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين. فكتاب الله يشمل القرآن ويشمل السنة. نعم. فيه نبأ ما كان قبلكم. نعم، القرآن فيه نبأ، والنبأ هو الخبر المهم، خبر الذي له أهمية. ما كان قبلكم من الأمم، تقرؤون قصة آدم وإبليس، تقرؤون قصة قوم نوح وعاد وثمود، قوم إبراهيم شعيب، قصة موسى وأنبياء بني إسرائيل وما جرى، تقرؤون هذا في القرآن، أو يخبركم عما جرى ووقع في الماضي كأنكم تشاهدونه، من أجل أن تكونوا على بينة، وأن هذا الابتلاء والامتحان ليس جديدا، وإنما هو شيء جرى على الأمم السابقة، فمنهم من هلك ومنهم من نجا. نعم. وخبر ما بعدكم. خبر ما بعدكم يخبر عن المستقبل، القرآن والسنة كل منهما يخبر عن المستقبل في آخر الزمان،
وما يجري في آخر الزمان من الفتن وما يكون بعد الموت وما يكون في القيامة ما يكون بعد الموت من أحوال القبور من أحوال أهل القبور وما بعد ذلك من البعث والنشور وما يكون من الأهوال في القيامة كل هذا تحدث عنه القرآن الكريم والسنة النبوية حتى كأنكم تشاهدون ذلك. نعم. وحكم ما بينكم حكم ما بينكم إذا اختلفتم فالقرآن يحكم أو كتاب الله يحكم بينكم فيعطي صاحب الحق حقه ينصف المظلوم من الظالم هذا في الخصومات وفي المقالات في المقالات أيضا يبين المقالة الصحيحة من المقالة الخاطئة إذا رجع إليه إذا رجع إلى القرآن فإنه يفصل بين الناس في الخصومات وفي المقالات يفصل بينهم بالحق قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فالقرآن يحكم بين الناس أنزله الله للحكم بين الناس ما أنزله لمجرد التلاوة والتغني به وتجويده وتحسين الأصوات بقراءة فقط تلذذ بسماعه ما أنزله من أجل هذا فقط بل أنزله ليكون حكما بين الناس فيما يختلفون فيه ويكون المرجع إليه. نعم. هو الفصل ليس بالمن قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل الهزل ضد الفصل فهو يفصل بين الحق والباطل والهزل هو اللعب. نعم. من تركه من جبار فصله الله من تركه من جبار أعرض عنه ولم يلتفت إليه فإن الله يقسمه قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني إلى آخر الآيات. نعم. من ابتغى الهدى من غير كتاب الله أضله الله الذي يرجع إلى علم المنطق والجدل علم الكلام ويستدل بها لأنها يقول قواعد عقلية يقينية والكتاب يقولون ظني دلالته ظنية لأنه دليل سمعي فهو عقلي هذه طريقة المبتدعة لا يستدلون بالقرآن وإنما يستدلون بقواعد المنطق وعلم الجدل والكلام ويقولون إنها يقينية وإذا خالفها القرآن يؤولونه حتى يتفق معها هذه طريقة أهل الضلال أما أهل الحق فإنهم لا يعدلون عن القرآن القرآن هو دليلهم ولا يعبؤون بقواعد المنطق وعلم الكلام ولا يلتفتون إليها لأن الله أغناهم عنها فأهل السنة والجماعة يستدلون بالقرآن في العقائد وفي المعاملات والأحكام في كل شيء يستدلون بالقرآن والسنة ولا يلتفتون إلى الجدل وعلم الكلام وقواعد المنطق
أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على العكس، يستدلون بقواعد المنطق ويتركون أدلة القرآن ويقولون إنها ظنية لا تفيد العلم. وأما علم الجدل وقواعد المنطق فهي أدلة عقلية تفيد اليقين عندهم. نعم. وهو حبل الله المتين. وهو حبل الله المتين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله، حبل الله هو القرآن، هو القرآن الذي أنزله الله لهداية الخلق. من تمسك بهذا الحبل نجا، ومن تركه هلك. نعم. وهو الذكر الحكيم كما وصفه الله، والذكر الحكيم القرآن المجيد. الله وصف القرآن بأوصاف، القرآن والذكر وغير ذلك من أسماء القرآن وأوصافه. نعم. وهو الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الصراط هو القرآن. نعم. والذي لا تزيغ به الأهواء. نعم. والذي لا تزيغ به الأهواء، من كان هواه تابعا للقرآن فإنه لا يزيغ، ومن كان هواه مخالفا للقرآن فإنه يزيغ، فإنه يزيغ. ونعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن يعش عن ذكر الرحمن فإن القرآن قيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا المشكل، يحسبون أنهم مهتدون يستملون على ما هم عليه، ما يصير عندهم شك في ما هم عليه، وأنه ما يشكون إلا أنهم على صواب وعلى حق. نعم. ولا تلتمس به الأسئلة. لا تلتبس به الألسنة، لأنه بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين يقرأه العربي والأعجمي، حتى الأعجمي اللي ما يعرف اللغة العربية إذا تلا القرآن سبحان الله يتعجب، يقرأه كما هو لا يغير منه حرفا، وهو ما يعرف ولا كلمة واحدة من اللغة العربية. هذا من العجائب، هذا من إعجاز، هذا من إعجاز القرآن. نعم. ولا تشبع منه العلماء. لا تشبع منه العلماء في التفقه في معانيه وتدبره. ما أحد يحيط بما في القرآن من الأسرار والأحكام والحكم مهما تأمل ومهما تدبر، وكل عالم يأخذ قدر ما يستطيع من هذا القرآن، ولكن ما هنا عالم أحاط بكل ما في القرآن، لأنه بحر، أنه بحر، ما كل ما هنا عالم أحاط بعلم القرآن وما يشتمل عليه، لكن كل يأخذ منه بقدر ما أعطاه الله من الفهم. ويبقى الكثير والكثير والبحر الزاخر. نعم. ولا يغلق عن كثرة الرد. نعم. ومن إعجاز القرآن وعجائبه أنك لو كررته ما تسأم من قراءته، ولو سمعت عدة مرات ما تسأم. إذا قرأ القارئ كأن هذا أول مرة تسمعه، لا يقرأ ثاني بعده كذلك. هذا من إعجاز القرآن. الكلام إذا كرر يمل منه الإنسان، إلا القرآن الكريم فإنه كل ما كرر زادت الرغبة فيه والتلذذ بسماعه.
كم يقرأ الآن في المساجد في الصلوات ويسمع، ومع هذا ما أحد يمل من سماع القرآن، هذا من إعجاز القرآن، وإذا سمعه السامع كأنه لأول مرة يسمعه. نعم. ولا تنقضي عجائبه، ولا تنقضي عجائبه، هذا مثل قول لا تشبع منه العلماء، عجائبه كثيرة، عجائبه في القصص، عجائبه في الأخبار المستقبلة، عجائبه في الفقه الذي فيه، عجائبه في تركيبه وألفاظه وبلاغته، عجيب، وفصاحته. نعم. كل ما استعرضت القرآن يتبدى لك عجائب في لغته، في قصصه، في أوامره، في نواهيه، في أخباره. نعم. والذي لم تنتهي الجن إن سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. نعم. قال الله جل وعلا: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قومهم من الجن، شف الجن يدعو بعضهم بعضا ينذر بعضهم بعضا، ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى عن التوراة يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله ليس بمعجز في الأرض، ليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. وفي موضع آخر سورة الجن قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، إلى آخر السورة، سورة الجن. والجن خلق من خلق الله من عالم الغيب، مكلفون، مأمورون ومنهيون مثل بني آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس، ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه موعدا فأعطاهم الموعد، ووفدوا عليه صلى الله عليه وسلم وكلموه وكلمهم عليه الصلاة والسلام. فالجن أثنت على هذا القرآن وتعجبت منه ودعت قومها إلى الإيمان به، فهذا من عجائب هذا القرآن. نعم. من قال به صدق. نعم. من قال به أي بالقرآن صدق، لأن القرآن معصوم منها، معصوم من الخطأ. فمن اتبع القرآن وقال بما يدل عليه القرآن واستدل بالقرآن فإنه يصدق في قوله واجتهاده وحكمه. نعم. ومن عمل به وجد. ومن عمل بالقرآن امتثل ما جاء في القرآن من الطاعات والأعمال الصالحة فإن الله يأجره، يكتب له الأجر العظيم. نعم. ومن حكم به عدل. ومن حكم به، حكم به بين الناس الخصومات والمنازعات فإنه يعدل، يعطي صاحب الحق حقه، وهذا هو العدل،
العدل هو إعطاء صاحب الحق حقه ومنع الظالم عن ظلمه، هذا هو العدل. وهذا إنما يكون في القرآن العظيم، هو قال الله جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نعم. ومن دعا إلى صراط مستقيم، من دعا إلى القرآن فإنه يدعو إلى هدى، أما من دعا إلى غير القرآن فإنه يدعو إلى ضلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه أوصاف القرآن، هذه أوصاف صحيحة، وإن كان الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه النزار وابن أبي حاتم والطبراني. هذا كما في الحديث الصحيح: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا الحديث كذلك فيه: ما أحله الله فهو الحلال، وما حرمه فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو، لأن الله لم يسكت عنه نسيانا، وإنما سكت عنه لأنه عفى عنه ورحمة بعباده. الواجب أن الإنسان يقبل من الله عافيته، يحل الحلال ويحرم الحرام، وما سكت عنه فهو معفو عنه لا يسأل عنه. إن الحلال بين وإن الحرام بين، الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يتبين منهما الحلال من الحرام. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنب. نعم. وعلى جنب الصراط الظهران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور طرقا، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو: كلما لم يعقل أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح ترد. ثم بسر. نعم. فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الفتور الرقاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو وعد الله في قلب كل مؤمن. رواه رزين ورواه أحمد والترمذي عن النواسي سمعان بنحوه. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط في اللغة هو الطريق، هو الطريق. فالإسلام هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تصل إلى الله وإلى جنته فسر على الإسلام، تمسك بالإسلام، هذا هو طريق الجنة وهو صراط الله. ولكن من حكمة الله أنه جعل على جنبتي هذا الطريق أبواباً يميناً وشمالاً، وعلى هذه الأبواب
شطور مرخات. هذه الأبواب، هذه أبواب الفتن وأبواب الشرور، فمن فتحها وولج بها خرج عن الطريق المستقيم. وهذا كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهناك صراط مستقيم وهناك سبل كثيرة، هذه السبل هي الأبواب التي على جانبتي هذا الصراط. فالواجب أن الإنسان يسير على الصراط ولا يلتفت إلى هذه الأبواب ولا يكشف الستور التي عليها. الستور هي الحدود التي جعلها الله لردع من يريد أن يدخل في هذه الأبواب. عليها ستور يعني حدود تمنع وتردع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله عليه. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وهو حديث عظيم فيه أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب القرآن وجعل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة، وعلى قراءة الوقت على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يكون ابتداء كلام. ومعنى الآية الكريمة واضح، أن القرآن فيه آيات محكمات، والمحكمات هي التي لا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها، واضحة في معانيها لا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها، لأنها واضحة في معانيها. وأما المتشابهات فهي الآيات التي تحتاج في تفسيرها إلى إرجاعها إلى غيرها، مثل المطلق والمجمل والمنسوخ، هذه ما يستدل بها، المطلق ما يستدل به والمجمل ما يستدل به على طول، والمنسوخ ما يستدل به حتى يراجع الطرف الثاني من الآيات المحكمة، فيقيد المطلق ويبين المجمل وينسخ المنسوخ ويعمل بالناسخ. هذه طريقة الراسخين في العلم، أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويجمعون بين الآيات والأحاديث بعضها مع بعض، لأن كلام الله يفسر بعضه بعضا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. أما أهل الزيغ فعلى العكس، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم ويستدلون به. مثلا الله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما.
فإذا نظرت إلى هذه الآية هي تدل على أن القاتل كافر خارج من الملة، خارج في النار. لكن إذا رددتها إلى قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إنها تفسرها وتدل على أن القتل ليس بكفر، ليس بكفر أكبر ولكنه كفر أصغر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقتل المؤمن متعمدا هذا كفر، لكنه كفر أصغر وليس الكفر المخرج من الملة، بدليل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين، قال من المؤمنين اقتتلوا، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخوين. إنما المؤمنون القاتل والمقتول إخوة أصلحوا، إذا حصل اقتتال فأصلحوا بين المقتتلين لأنهم إخوتكم، دل على أن القاتل لا يكفر وإنما هو فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب. مثلا بقوله تعالى والمطلقات والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وأخذنا بهذه الآية قلنا عدة الوفاة سنة، أن هذا صريح الآية. لكن إذا أرجعتها إلى قوله تعالى والذين التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، تكون هذه الآية ناسخة الآية التي بعدها، نسخت العدة من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام. المنسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بالناسخ، أهل الزيغ لا يأخذون المنسوخ يقولون ما علينا هذه آية من كتاب الله ونحن نستدل بكتاب الله، يقول لهم لا لم تستدلوا بكتاب الله، لو استدللتم بكتاب الله لرجعتم هذه الآية للآية الأخرى حتى يتضح معناها ويتبين تفسيرها. فأهل الزيغ يأخذون طرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. مثلا الخوارج أخذوا آيات الوعيد وكفروا المسلمين وتركوا آيات الوعد، ولو جمعوا بينهما كما فعل أهل السنة لاهتدوا. المرجع على العكس أخذوا آيات الوعد والرجاء وتركوا آيات الوعيد فضلوا. الخوارج ضلوا لأنهم أخذوا بطرف، والمرجئة ضلوا لأنهم أخذوا بطرف من النصوص. أهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص وقالوا كل من عند ربنا، راسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. هذه طريقة الراسخين في العلم. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون طرفاً من الأدلة ويتركون الطرف الآخر الذي يقيدها ويفسرها أو ينسخها أو يبين مجملها. ولذلك ما يجوز الاستدلال إلا لمن بلغ في العلم مرتبة تؤهله للاستدلال وهم المجتهدون. أما المبتدئ في طلب العلم هذا ما يجوز له أنه يستقل بالفهم ويستقل بالرأي ويصدر الأحكام، لأنه ما تمكن من طريقة الاستدلال وفهم الأدلة وربط الأدلة بعضها ببعض. فتنبهوا لهذا، هذه الآية الكريمة هو الذي أنزل عليك الكتاب. اقرأوا هذا الحديث عن عائشة. نعم اقرأ عن عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
والذي أنزل عليكم كتابا وعلى كل كمافا وأن أم الكتاب هن أم الكتاب والأم هو الذي يرجع إليه الشيء والذي يرجع إليه الشيء فإذا المتشابهات ترد إلى الأم وهي المحكمات حتى تفسرها ولا تقطع عنها نعم إذا قطعتها قطعتها عن أمها وأصلها نعم فقرأ إلى قومه وما يذكر إلا أولو الألباب أي نعم قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما أنزل منهم فأولئك الذين سمى الله أكثرهم إنهم أهل الزير احذروهم لا تغتروا بهم أو يضلوكم عن سبيل الله وما أكثرهم اليوم بسبب الجهل وعدم التمكن من العلم أو الأهوى بعضهم قد يكون عالم لكن صاحب هوى فيأخذ المتشابه لأجل يلبس على الناس وبعضهم جاهل ما يعرف ولا درس إذا قرأ آية أو حديث على طول أخذها بدون أن يفكر ويرجعها للأدلة الأخرى ويميز ويتبصر نعم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فضلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله ثم فض خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه وقال وعن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رواه احمد والدارمي والنسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا مثل حديثه الاول الذي قراناه في اول الجلسه مثله تماما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفسر هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل أراد أن يفسرها بضرب المثل الذي يوضحها وذلك أنه خط خطا على الأرض مستقيما يعني ليس فيه انحراف ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله فقال للخط المستقيم هذا صراط الله وقال للخطوط التي عن يمينه وشماله هذه سبل على سبيل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه هذه الانحرافات التي تضل الناس والمذاهب الفاسدة والنحل الباطلة والأقوال الكاذبة هذه هي السبل وصراط الله واحد شوف صراط الله واحد والسبل كثيرة أهواء الناس كثيرة وأقوال الناس كثيرة فإذا اتبعت أقوال الناس تضيع ما تدري من تروح معه وإذا اتبعت صراط الله اهتديت ولا يحصل عندك لبس لأنه واحد طريق واحد أنت لما تسير في طريق واحد ألا تستريح لكن إذا صارت قدامك طرق كثيرة ما تدري أيها الصواب تلتبس عليك وتضيع بينها فمن رحمة الله أنه وحد الطريق لنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي إذا طلعت عن الصراط هلكت في هذه الطرق وهذه المقالات وهذه المذاهب وهذه المتاهات الحمد لله الله جعل لنا القرآن والسنة إذا اشتبهت علينا الأمور واختلفت علينا الأقوال والمذاهب نرجع إلى الكتاب والسنة
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحمقكم وأضل الضلالة قوم رأيكم عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردوي مردوية. نعم هذا فيه النهي عن أخذ شيء من التوراة أو الإنجيل أو الكتب السابقة لأنها نسخت بالقرآن الكريم والشيء إذا نسخ لا يعمل به يعمل بالناسخ وهذه الشرائع لمن كان قبلنا انتهت بشريعتنا فشريعتنا هي الحاكمة وهي المهيمنة ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وتجب طاعته على كل مخلوق من الجن والإنس اليهود والنصارى وكل أصحاب الملل والنحل كلهم يتجب عليهم طاعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يقول أنا على شريعة موسى الآخر يقول أنا على دين المسيح هذا لا انتهى هذا لا قال صلى الله عليه وسلم لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه لو كان موسى عليه السلام على قيد الحياة عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبع الرسول فكيف بغير موسى؟ الله جل وعلا يقول وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أخذ الله الميثاق على الرسل إذا بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه إذا بعث أحد منهم حي أن يتبعوه فإذا كان الرسل يجب عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم كيف بغيرهم هذا فيه رد على الذين يقولون الآن إن كله دين كله اليهود على دين والنصارى على دين والمسلمون على دين كل منهم يقصد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى كل منهم تابع لرسول من الرسل يقول لا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هنا أحد يتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع لي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما في دين ولا ملة إلا ملته صلى الله عليه وسلم والشرائع انتهت لا يجوز العمل بها بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نعم أعيد الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحمق الخبث وأضل الضلالة قوم رأيكم عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى
الكتاب الذي هو القرآن كافي، لا نروح للتوراة والإنجيل والزبور، القرآن كافي. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فلا نلتفت إلى غير القرآن من الكتب السابقة، لأنها كتب انتهى العمل بها. نعم، الذي أنزلها هو الذي أنهى العمل بها وأحال على القرآن. فلم يبقى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ولا دين إلا القرآن والإسلام. نعم. لقوم يؤمنون. أما الذي لا يؤمن ويقول كله صحيح وكله دين فهذا كافر والعياذ بالله، هم مؤمن. لقوم يؤمنون. نعم، هذه المقالة اللي يردونها الآن، ما يجوز التحجر، لماذا تحجر الخير فينا؟ اليهود على حق والنصارى على حق والمسلمون على حق، وخلونا نتآخى ونتعاون، ويقيمون الآن مؤتمرات وندوات لهذا الشيء، يريدون أن يصرفوا المسلمين عن دينهم، يريدون أن يصرفوا المسلمين عن دينهم، هذا الذي يريدون. لكن يجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذه المكيدة. نعم. قال عبد الله بن ثابت للمعالي الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أخذتها مع رجل من أهل الكتاب أعرفها عليه. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أر مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو نزل موسى لاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حقكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم من هنا. نعم، وهذا به أن الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر على عمر لما رأى معه شيئا من الكتب السابقة، استنكر هذا وظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم الاستنكار، حتى قيل لعمر فأدرك أنه أخطأ وأنه أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل أيضا على أنه لا يجوز لنا العدول عن القرآن إلى الكتب السابقة، لأنها كتب انتهت، والقرآن كافي وشامل لما فيها من الحق، القرآن مشتمل على ما فيها من الحق، فلا يبقى كتابان بأيدي المسلمين. لاحظوا هذا، ما يبقى كتابان بأيدي المسلمين، إنما هو كتاب واحد، هو كتاب الله سبحانه وتعالى. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ لا يبقى كتابا إلا القرآن الكريم. نعم. باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي، نقف عند هذا. مثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أليست الآيات منسوخة؟ هل لكم مكانها آيات أخرى؟ أم أن هناك آيات منسوخة وأخرى ناسخة في القرآن؟ النسخ كما تعلمون أقسام: نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. هناك أشياء نسخت وليس لها بدل، هناك أشياء نسخت بآيات أخرى. نعم. يقول أيضا: أشكلت علي الآية وآية لهم أن حملنا ذريتهم بالكفر مشكور حتى بعد قراءة التفسير، فما معناها وكيف تكون آية لهم وهي من بعدهم؟
نعم، وآية لهم، يا آية للناس، إنا حملنا الإشكال ما هو في لهم، الإشكال في ذريتهم، الإشكال أنه قال إنا حملنا ذريتهم، هل الأولين ذرية للآخرين؟ لا، ويخاطب الآخرين ويقول حملنا ذريتهم، ذرية من؟ ذرية الآخرين، هذا ما يمكن. المراد ذريتهم يعني ذرية من سبقهم، ذرية من سبقهم، فالضمير يرجع على غير المخاطبين، الضمير يرجع على غير المخاطبين. ذريتهم يعني قوم نوح عليه السلام، حملهم الله في الفلك لما جاء الغرق والطوفان الذي غطى الجبال وأهلك أهل الأرض، إلا من كان في السفينة. نعم. صلى الله عليكم. قلت كل من أول صفات الله جل وعلا يعد مبتدعا أم أن هناك تفسير؟ لا شك إن من أول صفات الله جل وعلا فهو مبتدع. بدعة اعتقادية. البدعة قسمان، بدعة اعتقادية وبدعة عملية. من أول الصفات فهو مبتدع بدعة اعتقادية، وهي أشد من البدعة العملية، لأن الواجب الإيمان بالصفات على معناها ومدلولها من غير تحريف ولا تكييف لها، هذا هو الواجب. نعم. يقول أيضا من العالم من أهل السنة الذي وقف حيث وقف السلف أفضل من العلماء الذين خاضوا في صفات الله جل جلاله. أسلم العام من أهل السنة، أسلم من العلماء الذين خاضوا، لأنهم وقعوا في الإثم وهذا سلم، هو أسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما معنى واعظ الله في قلب كل مؤمن؟ الواعظ الزاجر، الواعظ هو الزاجر الذي يزجرك عن المعاصي، لأن فطرة الإنسان المؤمن تنهاه عن الوقوع في المحرمات. إذا كانت الفطرة سليمة فإنها تنهى صاحبها، وأما إذا كانت الفطرة فاسدة أو منحرفة فإنه لا يكون عنده فطرة، ضاعت فطرته، فلا يأنف من الحرام ولا يأنف من شيء، ضاعت الفطرة التي يستنكر بها. نعم. فواعظ الله هو الفطرة السليمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. لما نزلت الجنة على عدد آيات القرآن بقوله عز وجل المؤمن يوم القيامة يقرأ ورقة ورقة كما كنت قرأت في الدنيا. ما أدري والله، يحتاج إلى دليل. هذا قيل ان منازل الجنه او درجات الجنه بعدد ايات القران بدليل الحديث اقرا ورقه، لكن الحديث اظن فيه مقال، حديث ما فيه مقال. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. عباد والله ما راي القصد على يد تسبيح عبد المغني وعبد النور. نعم. والله من وراء القصد. نعم. الله من وراء القصد يعني يعلم المقاصد، والله من ورائهم محيط، يعني يعلم سبحانه وتعالى أحوالهم وما في أنفسهم، معنى من وراء يعني محيط. نعم، محيط بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. النور من أسماء الله سبحانه وتعالى، النور من أسماء الله، ولكن التسمية به ما هي مشهورة عند الناس، يستغربونها، لأن النور يطلق على المخلوق، النور المخلوق. النور قسمان، نور هو صفة من صفات الله عز وجل واسم من أسمائه، ونور مخلوق وهو
نور الشمس والقمر والمصابيح هذا مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت عبد النور يشتبه على الناس أنك تريد النور اللي هو المخلوق، فيتجنب هذا الشيء الملتبس. نعم. والمغني بدله الغني، يقال عبد الغني ولا يقال عبد المغني. نعم. السلام عليكم. هل يؤخذ كلام أهل الاجتماع وعلم النفس بتعديل سلوك الناس؟ هل إيش؟ هل يؤخذ كلام أهل الاجتماع وعلم النفس بتعديل سلوك الناس؟ ما وافق الكتاب والسنة يؤخذ به، وما خالف الكتاب والسنة فإننا لا نلتفت إليه. نعم. صلى الله عليه وسلم في حديث سابق: لا تصبح الملائكة لقبل ديني كلمة أو درس، فهل ما نسمعه من نغمات الجوال يذكر في هذا الحديث؟ نعم، يشمل نغمات الجوال اللي فيها موسيقى، نعم تدخل موسيقى محرمة، لكن مجرد تنبيه يجعل شيء منبه للساعة أو للهاتف، شيء منبه وليس فيه نغمات ولا موسيقى، لا بأس بذلك للحاجة، لأجل الحاجة. نعم، مثل ما أنك تحط الساعة عندك وانت نايم ركبها، إذا جاء الوقت اللي تريد دقة الساعة لأجل الإيقاظ، هذا للحاجة. مثل ما تحط على الباب اليوم ما هو بالبيوت مثل من أول أمرها، يعني على البساطة، وإذا واحد لمس الباب وتكلم عنده تسمعه. الآن أنت من وراء أسوار ومن وراء بعيد في الفلل هذه، فاتخذوا الناس هذا المنبه على الباب للحاجة، ولكن لا يكون فيه موسيقى أو يكون فيه طرب أو يكون مجرد منبه فقط. نعم. أحسن الله عليكم. يقول بعض الشباب المستقيمون يقرؤون بالناس يوم الجمعة وليس عندهم من العلم شيء. إيش؟ بعض الشباب المستقيمين يقول جزاهم الله خيرا. إذا كان ما هنا خطيب، إذا كان أهل البلد أو القرية ما عندهم خطيب، هل يقوم ويخطب؟ هذا فعل خيرا، ولو كان إنه ما هو بعالم، يأخذ خطبة من الخطب المعدة ويقرأها، هذا طيب، ولا يرتجل ما عنده معلومات، ما يرتجل، إنما يأخذ خطبة محررة مكتوبة لأهل العلم ويلقيها على الناس، يكون قد أحسن إلى الناس. نعم. أحسن الله عليكم. ما حكم الجهاد في الوقت الحاضر واختلف فيه كثير من الناس؟ الجهاد هذا مطلوب، لكن الجهاد لازم له من ترتيب من الإمام، إمام المسلمين. الجهاد من صلاحيات إمام المسلمين، هو الذي يأمر به، هو الذي يجند الجنود، وهو الذي يعين القادة للغزو، هذا من صلاحيات ولي الأمر. والجهاد مع ولاة الأمور ماضي إلى أن تقوم الساعة، مع كل بر وفاجر من ولاة الأمور المسلمين، هذا في كتب العقائد مذكور، في كتب العقائد أن الجهاد ماض مع الأئمة سواء عدلوا أو جاروا إلى أن تقوم الساعة، فهو من صلاحيات ولي الأمر. نعم. قضية الشيخ، من المعلوم أن سورة التوبة لا يسمى في أولها أن تعالى من الله من الشيطان الرجيم عند القراءة في وسطها، ولماذا لم تكتب البسملة في أولها؟ نعم، سورة التوبة لم تكتب البسملة بينها وبين السورة التي قبلها سورة الأنفال، لأنها لم تنزل
أما سائر السور فكان إذا انتهت السورة نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فيعلمون أن السورة قد انتهت، إلا سورة الأنفال لم تنزل بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، فلذلك لم تكتب لأنها لم تنزل في هذا الموضع. اختلف العلماء في الحكمة كونها لم تنزل قبل سورة التوبة وبعد سورة الأنفال. بعضهم قال إن موضوع السورتين واحد وهو الجهاد، يعني سورة الأنفال في الجهاد، سورة التوبة أيضا في الجهاد، فالموضوع واحد، فهما سورة واحدة لأن موضوعهما واحد. هذا قول. والقول الثاني أن سورة التوبة سورة ذكر المنافقين وصفات المنافقين والوعيد عليهم، لذلك لم تنزل قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن ما ذكر في السورة ليس موضع رحمة وإنما هو موضع عذاب وذكر لصفات المنافقين، فلا يتناسب معه بسم الله الرحمن الرحيم نظرا لموضوعها وهو موضوع المنافقين والوعيد عليهم وفضح أسرارهم. فلعدم المناسبة بين البسملة وموضوع السورة لم تنزل، الله أعلم. لكن الجواب الصحيح أن تقول لم تكتب لأنها لم تنزل بينهما. أما الحكمة الله أعلم، قد يكون هذا وقد يكون هذا. نعم، استعاذة بالوسط. نعم، الاستعاذة بالوسط، إذا بغيت تقرأ من سورة التوبة تستعيذ مثل غيرها من القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا عام في جميع القرآن. نعم، لكن إذا كنت مواصل للقراءة بين الأنفال والتوبة لا تستعذ، لا تستعذ بينهما مثل ما يفعل بعض العوام. نعم، وأيضاً كيف يجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص؟ حضور استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، إذا استحضر عظمة الله فإن هذا يدعوه إلى الخوف والخشية من الله، الإخلاص لوجهه. وأيضاً مما يدعو إلى الإخلاص أن الإنسان يتعلم التوحيد، وضد التوحيد وهو الشرك، علشان أنه يعرف التوحيد ويعرف الإخلاص ويعرف، لأنه ما يمكن يخلص وهو ما يعرف الإخلاص، لازم يتعلم. نعم، تبارك الله. قضية الشيخ، هل الناس الذين بينهم خصومة على أعراض وما أشبه ذلك ولا يسلمون على بعض منذ زمن طويل ألا تنفر أرواحهم الإخلاق وأورد الحديث عن التفصيل؟ نعم، هو ظاهر الحديث. نعم، إذا كان بينهم خصومة ولم يصطلحوا فإنهم لا يغفر لهم، أعمالهم ترفع ولكن لا يغفر لهم حتى يصطلحوا. نعم، صلى الله عليه وسلم. هل للأبي أن يوزع الميراث قبل وفاته بين أولاده؟ نعم، يوزع الميراث على الطريقة الشرعية، يعطي كل ذي حق حقه الذي شرعه الله له، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصحاب الفروض يعطيهم فروضهم كما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، تبارك الله. يقول أنا أشتكي من ألم في البطن، ونصحني أحد الأطباء استخدام البن مع الماء. استخدام إيش؟ البن مع الماء كحبة شرجية، فهل يجوز ذلك؟ إذا احتاج إلى هذا فلا بأس، إذا احتاج في فائدة طبية استفيد منها فلا بأس. نعم، صلى الله عليكم. وعن طريق الأسرتي تلفزيوناً وكتب، وذلك مشاهدة المحاضرات، تعليم أطفال القراءة والكتابة، تعليم أمور الدين، وشغلهم عن كثير من المحرمات كوجود الشارع ومد الجيران،
تفاوضاتهم فيما يعرض عليه المثال، فهل عملي هذا صحيح؟ ولو مت واستقضي معاذ الجهاد بعد مماتي فهل احاسب على ذلك؟ نعم، اخطات واسات في هذا العمل، وجلب التلفزيون والفيديو للاولاد ليس هو اصلاح، ليس، وانما هو فتح باب شر، فعليك ان تبعده عنه. ويكفي اذاعه القران، اذا كنت تريد لهم الاصلاح يكفي انهم يفتحون على اذاعه القران، يستمعون للتلاوات، يستمعون لكلام اهل العلم، تفسير والتوحيد والدعوه الى الله. اذاعه القران شغاله 24 ساعه، برامج مفيدة صافية نافعة، هذا اللي ينفع أهل البيت. نعم، ولو مت فأنت مسؤول عن هذا، أنت مسؤول عن هذا الحدث الذي أحدثته في البيت. نعم. صلى الله عليه وسلم، إذا تأذى المسلم من رائحة أهله مسلم من روح وبصر لدرجة لا يعلم معها ماذا يقول، هل يجوز له أن يقطع صلاته؟ لا، ما يقطع صلاته، لكن بإمكانه تقدم أو يتأخر، تقدم للصف اللي أمامه أو يتأخر للصف الذي خلفه، ما قطع الصلاة ما يجوز. نعم. من مراد قوله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقطع المسجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، فيه رائحة الثوم والبصل، فلا يؤذي المصلين والملائكة، ويكون آثما بتركه صلاة الجماعة، لأنه هو المتسبب في هذا، يأثم على ترك صلاة الجماعة لأنه هو المتسبب في هذا، وهو المتسبب في انعزاله عن الجماعة في أكله الثوم والبصل. نعم. هل ما قصد من مال نقيه زكاة؟ ما تلف بآفة سماوية بدون اختياره فليس فيه زكاة لجائحة. أما إن كان التلف والفساد بسبب إهماله، بسبب تأخيره، فإنه يضمن الزكاة. نعم. توكل الله، عرفت يمينا بالله وأنا لست صادقا، فهل يلزمني كفارة؟ إذا كنت حلفت على فعل شيء أو ترك شيء وفعلته يكون عليك كفارة. أما إذا حلفت على شيء ماضي، على شيء ماضي، إن فلان ما جاء أو إن فلان جاء أو إني ما فعلت كذا أو إني فعلت كذا، شيء ماضي، فهذا فيه الإثم، إذا كنت كاذبا عليك الإثم، هذه يمين الغموص. نعم، وليس عليك كفارة، عليك الاستغفار والتوبة. نعم. صلى الله عليه وسلم، الاشتراك في الصدقة الجارية جائز ولكم أجر فيهما، هل وضع ضربه فيه للنفس من الصدقة الجارية؟ نعم، ومن الصدقة الجارية، وتكون هذه المكيف وقف، وقف للمسجد، يكون هذا من الصدقة الجارية. والصدقة الجارية قد تكون صدقة مستمرة وقد تكون مؤقتة، كل الأجر على حسب الانتفاع بها. نعم. والاشتراك كذلك، أو اشتركوا وشروا مكيفات للمسجد يكون الأجر لهم، هو من الصدقة الجارية. أو اشتروا مكيف واحد، اشتركوا وشروا مكيف واحد، لهم من الأجر بقدر ما بذلوا. نعم، من الخير. يقول كيف أتخلص من السكوت إذا حصلت الغيبة في مجلسي وأنا لم أرتاح، لأنني مجامل الأحيان وخاصة عند المناصب؟ لكن نصيحة تنصح الذي يغتاب، تنصحه، فإذا لم يمتثل فإنك تقوم من المجلس، تغادر المجلس. نعم. تبارك الله، هل يجوز للحائض الموت في توسعة الحرمين الخارجية أم لا؟ ما كان من داخل أسوار الحرم فلا يجوز، أما ما كان خارج الأسوار فلا مانع أن تجلس عند الأبواب الخارجية،
أما أنها تدخل داخل الباب الأبواب فهذا لا يجوز. نعم. أتابعكم الله. أحد الإخوة يقول إنه لم يلتزم ويرد الدفن حتى يكون واثق أنه لا يخطئ أو يرتكب ذنب. نعم. نعم. يقول أنه لن يلتزم ويرقي دفنه حتى يكون واثق أنه لا يخطئ أو يرتكب ذنب. هذا من الشيطان. هذا الكلام يمليه عليه الشيطان. عليه أن يتوب إلى الله ويترك المعصية ويسأل الله الهداية. يسأل الله الهداية. هذا مثل اللي يقول ما احنا مصلين لمن تمكن في الأرض، لأن الله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. يقول ما احنا مصلين لما أننا نتمكن. هذا كلام باطل، مغالطة في كتاب الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. ليكون تكرار دعاء الاستفتاح بصيغة مختلفة في بداية الصلاة. نعم. يقول هل يكون تكرار دعاء الاستفتاح بصيغة مختلفة في بداية الصلاة في العصر؟ اي نعم، لا يجمع الاستفتاح انواع وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صيغ في الصلاة الواحدة يقرأ استفتاحاً واحداً، في الصلاة الثانية يقرأ استفتاح ثاني، ما يخالف. أما أنه يجمع بينها في صلاة واحدة هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. سمعت بعض الطلاب أنه يقول أن تحية المسجد ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وقال أنها لقول الجمهور واختيار شيخ الإسلام، فما صحة ذلك؟ هذا صحيح. نعم، تحية المسجد ليست واجبة، إنما هي سنة مستحبة، ولم يقل أحد بوجوبها، اللهم إلا إن كان أهل الظاهر ظاهرية. نعم. لأن الأعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. دل على أن ما عدا الصلوات الخمس من الصلوات فهو تطوع وليس واجبا، ومنها تحية المسجد. نعم. يقول لدي تقضي زواج، الأول قبل شهر والثاني قبل أسبوع. نعم. يقول لدي تقضي زواج بطاقة. لدي إيه؟ تقضي زواج إيه بطاقة. الأول قبل شهر والثاني قبل أسبوع وكلهم في يوم واحد، علما بأن الثاني جاء ربنا، أيهما؟ تجيب الأول. ذكر العلم أنه إذا دعاه اثنان إنه يجيب الأول منهما، لأنه سبق إلى الدعوة وصار ثبت حقه، فيجيب الأول منهما. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.